بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا المقطع سأريكم كيف يمكن أن أجعل الميكروبيت يقوم بضرب عددين وجمع العددين. فأقوم بتعريف متغير للعدد الأول ومتغير ثاني للعدد الثاني، لأن المتغير كوعاء يقوم بحفظ الرقم الذي يدخله المستخدم، فلذلك لابد لنا هنا من تعريف متغيرين. فعند الضغط على الـ A يتغير العدد الأول بمقدار واحد ثم يظهر على الشاشة. بهذا الشكل. بنفس الطريقة يمكن أن نعمل تكرار لهذا المقطع البرمجي ونبرمج الزر B، ولكن نجعل الآن العدد الثاني هو الذي يتغير بمقدار واحد. نجرب الآن في المحاكي. عند الضغط على A لاحظوا العدد يزداد واحد في كل مرة، وكذلك بالنسبة للB. فالعدد الأول ندخله من الزر A والعدد الثاني ندخله من الزر B. يتبقى لنا الآن أن نتم العملية. فعند الضغط على الـ A والـ B معا نقوم بإظهار عملية الضرب. فمن قائمة حساب نأتي بعملية الضرب فنضرب العدد الأول في العدد الثاني. لنجرب الآن على المحاكي. مثلا لو أردت ضرب 2 في 3 فأضغط على الـ A إلى رقم 2 وأضغط على الـ B إلى رقم 3، 1 2 3، ثم بالضغط على A و B معا يأتيني ناتج ضربهما وهو 6. والآن على نفس هذا المقطع البرمجي سأقوم بإتمام عملية الجمع. فعند الاهتزاز مثلا نفس هذه العملية ولكن أجعلها الآن جمع. فيمكن أن أعمل تكرار لهذا المقطع، تكرار، وآتي بالأمر إلى هنا. أغير فقط العملية، بدل الضرب أجعلها جمع. الآن هذا المقطع البرمجي أصبح جاهز عندي، يمكن أن أرسله الآن إلى الميكروبيت لنرى أثر عمليتي الضرب والجمع، وذلك بأن أحفظ مثلا أسميه عملية حسابية، أحفظ البرمجة فيقوم بالنزول إلى التنزيلات أو الداونلود على حسب جهازي، ثم أرسله مباشرة إلى الميكروبيت. أذهب الآن إلى التنزيلات، فهذا هو عندي البرنامج. أقوم بعمل إرسال إلى ميكروبيت. والآن لو أردنا ضرب 3 في 4 مثلا نقوم بضغط الـ A، 1 2 3 4، ونضغط الـ B إلى رقم 3، 1 2 3. عند الضغط على الـ A والـ B معا ستنتج عملية الضرب وهي 12، وعند الاهتزاز نجد أنه يجمع العددين وهنا رقم 7.